سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس وفوتوا نهار مليح. معكم هاجر من قناة هاجر جيجا. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. شاركتكم بالسهرة تاعي بالمائدة تاعي، شاركتكم بيومي كامل وجدرت في يومي كامل بارتاجيت معكم. هذا الانستغرام تاعي هاجر جيجا، مرحبا بكم في الانستغرام. ما بقاش ونقفلو مياتكا. اول حاجه كي دخلت الكوزينه حبيت نتهنى من التحليات، يعني التحليه هما اللي يديو اكبر وقت. درت هذه التحليه في ليفيرين، هذو جات رائعه بمذاقين، تلقاوها في قناتي هجره الشاويه. هذه هي راني بارطاجيتها درك تلقاوها في التعليق المثبت. تحليه رائعه والمكونات تاعها هايله البنه، واش نحكي لكم. وشوفوا كيف راهي تجي يعني كريميه، ما تجيش يابسه خلاص. بعدها بديت حابه ندير لي تارتولات. درت العجينه بغيزي، واش راح ندير؟ درت 250 غرام من الفارينه، لحت عليهم 100 غرام من سكر غلاسي، ولوح عليهم قرصه من الملح، ولوح عليهم ملعقه صغيره من الفاني. راح نخلص المكونات هذو كامل مع بعضهم. يعني نتوما قادرين ديروهم حتى في كاشبرا ميكسر ولا روبو كيما تحبوا. انا لهنا درت غير بيديا. ومن بعد ضفت عليهم بيضه صغيره بدرجه حراره المطبخ، وحركت المكونات كامل مليح. ومن بعد لحت يدي بهالبيضه هذيك تدخل في الفارينه عفوا. بعدها راح نزيد 150 غرام من الزبده. الزبده درت لابيل، يعني البواط تاع 500 غرام تقسموها على 4 وتزيدوا لها مغرف، راح تتحصلوا على 150 غرام من الزبده. وخلط كلش مليح، يعني كي راح تديروا المقادير هذو راح تتحصلوا على عجينه ناجحه، ما تكون جاريه ما تكون يابسه، راح تجي راطبه كيما هك، القوام تاعها يجي طري. بعد ما عجنت العجينه تاعي مليح، جبت بابي اليمونتير وحطيتها. ومن بعدها راح نحطها في الفريجيدار. كيما على بالكم بلي حاجه كي تكون فيها الزبده لازم تخليوها ترتاح وتحطوها في الفريجيدار، من بعد طابعنا ونخدم بها بكل سهوله. من بعد رحت لتحليه واحده اخرى، يعني على بالي بلي احنا كامل التحليات يديولنا من الوقت، خاصه انه في رمضان ومع مع التصوير وكلش، يعني الصور يديولي وقت كبير. على هذاك بروفيتيت الوقت تاعي ودرت التحليات هما الاولين. ودركا راح ندير هذا الكاطو، راهو هايل بزاف وراني بارطاجيته معكم يعني في قناتي، بارطاجيته البارح. راهو في الفيديو اللي قبل هذا، وثاني خليه لكم في التعليق المثبت باش تشوفوه. يعني كاطو ساهل خلاص، ويعني يديش الوقت كما راكم تشوفوا. هذ لي سيجار راهم بالعجينه المورقه، يعني العجينه المورقه يا تكون عندك مخدومه من قبل، يا تكوني تشريها، يعني ماهيش راح تدي لك وقت خلاص. فتحتها وقصيتها. الكاطو هذا راح يجي البنه نتاعو ما بين الميلفاي وما بين الكريمه هذه، يعني راح يجي ما بين القرمشه وما بين التراوه. هذا هو الفيديو، راني خليته قبل الفيديو هذا وتلقاوه في التعليق المثبت. يعني وساهل خلاص، ما في حتى حاجه، بلا مول بلا حتى حاجه، غير بابي كويسو بابي اليمونتير تزيريه وانتي تتحصلي على الشكل هذا. وشوفوا يعني القوام نتاعو راح يجي ما بين قرمشه وما بين هذيك الكريمه، تجي هايله هايله بزاف. دركا بعد ما كملت هذه التحليات رحت بروفيتيت الوقت نتاعي ودرت الشوربه. راح ندير واحد الشوربه فريك الله الله كيما تاع الاعراس. حطيت اللحم نتاعي، حطيت عليه شويه من الزيت، ولحت له شويه من الملح وخليته يتقلى على نار هاديه خلاص. من بعد لهنا بعد ما تقلى لي راح نضيف عليه ندوز نوبيا باه يجيني بنين. لحت عليه حبه بصله، البصله نتوما ديروه على كميه اللحم والشوربه اللي راح ديروها. لحت فلفل الاحمر ولا العكري، لحت شويه كميه من الفلفل الاسود، ولحت كميه من الكسبر والكرويه مخلطين مع بعضهم. راح نلوح كمية من الكزبر ولا الدبشة ولا الحشيش، راح نلوح كمية من النعناع، ونلوح ملعقة من الطماطم المعلبه اللي يحب يلوح لها ريسه درك ولا اللي يحب يلوحها بعد خلاص كي يطيب له. لهنا راح نزيد نضيف سنينات من الثوم، يعني المكونات هذو كامل لحتهم بعد ما قليت اللحم تاعي مليح في الزيت باه يطلق لي هذيك البنه. لهنا بعد ما كملت لحت الثوم خليت الخليط نتاعي على النار باه يتقلى لي، وجيت نقيت حبه طماطم وخليتها رحيتها، يا ديريها بالبرا ولا بالرباية كيما تحبي. وبعد ما يتقلى لي الشوربه نتاعي نحكم اللوحه هذيك الحبه تاع الطماطم اللي ربيناها. بعدها خليت الشوربه تاعي تتقلى على راحتها، وكي تقلات لي مرقتها بالماء. وبان بروفيتي الوقت راني الحوايج اللي ما يطيبوش باللي راح يتبلوا كامل ويديوا لي
الوقت بديت بهم. لهنا جبت كميه من الكبده، الكبده تاع الدجاج عادي جدا، نقيتها هي والقلب مليح، وقصيتهم دي مورسو صغار. بعدها راح نجيبوا ريسيبيا ولا صحن كيما تحبوا، ونحط الكبده نتاعي ونتبلها. انا تبلتها ما حبيتش يعني الكوت تاعها يتبدل، درت لها شويه من الملح، درت لها شويه من الفلفل الاسود، وربيت عليها سنينات من الثوم. هذو هما يعني التتبيله اللي درتها لها، مانيش حابه نزيد لها ني موتارد ني كاصوص والو، حبيتها غير بالثوم وشوي فلفل حلو الملح راح تجي بنينه. خلطتها كامل مع بعضها هكاك مليح باه تدخل لها التتبيله والثوم ثاني تتغلغل هكا في الوسط. جبت بابي اليمونتير وراح نغطيها ونخليها على جنب حتى نوقت لها باه كي نجي نخدمها ونديرها. يعني راح ندير بها واحد المملحات بنان بزاف. شوفوا لهنا الشوربه نتاعي بعد ما يعني تقلات لي بيان مرقتها وخطيتها ونخليها. دركا راح نجي باه نخدم البوراك، يعني التتبيله نتاع البوراك الحشوه. درت عندي شويه من اللحم مرحي، راح قصيت عليه شويه من الثوم والبصله، قصيت شويه من المعدنوس، يعني ضفت عليه كميه من المعدنوس، راح يجي بنين بزاف هذا الـ هذا الـ هذا الحشوه. وقصيت شويه من الزيتون الاخضر، دي مرسو صغار خلاص، يعني كلش لازم يكون صغير. وبطبيعة الحال راح نديروا له شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، ونضيفوا عليه كميه من الزيت، يعني ما نكثروش الزيت بزاف، ونحطوه على نار هاديه خلاص باه هذيك البصله تذب يعني تذبل، وثاني اللحم تاعنا يتبل مليح ويتقلى. لهنايا راهي على نار هاديه خلاص. ومن جهه خلاف انا كنت رحيت الدجاج نتاعي، عندي دجاج وعندي كميه من الفيونداشي راح نتبلهم معاكم. شوفوا التتبيله تاع الدجاج، راح ندير فيها الخبز المرحي، درت ملعقه، درت ملعقه ثاني من البصله مقطعه، درت شويه من الدبشة وشوية من المعدنوس ما كثرتش، ودرت شوية من الفلفل الكحل، درت التوابل نتاع الدجاج بطبيعة الحال وشوية ثوم يعني لحتها مع البصل، ونخلط المكونات كامل مليح بيدي مع بعضهم، ونخليها على جنب بهذيك التتبيلة تقعد يعني حتى الوقت باه نجي نوجدهم. قلت لكم التتبيلات بديت بهم هما الاولين باه نقص عليا وثاني بروفيتي الوقت. اما تاع الفيونداشي لحت عليها شويه بصله شويه ثوم، ثاني لحت عليها شويه كزبر ولا حشيش، لحت عليها ملعقه صغيره من المطارد، شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، وبقيت نخلط بيدي مليح مليح مليح. انا نشتي نستعمل يدي باه تتخلط يعني المكونات مليح في بعضها هم التتبيله تقيس اللحم هذا كامل. ما نتاع اللحم كي كملته خليته على جنب. لهنايا رجعت لي طارتولات نتاعي بعد ما ارتحت لي العجينه وبردت وعندي شويه وقت بروفيتي. قلت لكم التتبيلات هذوك نخليهم يتبلوا، يعني كي ندير لهم التتبيلات تاعهم ويركحوا راح يعطيونا جو احسن. والحاجه اللي راح نخدمها نبدا نخدمها وهكا بروفيتي الوقت تاعي. على بالكم باللي رمضان الوقت ضيق، خاصه كي يكون عندك عرضه، يعني الوقت راح يجري وما تحسيش به كيفاه راح يفوت. لهنا كيما راكم تشوفوا درت لي طارتولات في هذا الليمون جاي نفرو، حكمتهم ودرت لهم مليح بالفرشيطه باه ما ينفخوليش، ونحطهم في الفور ولا في الكوزينيير يطيبوا لي. ولهنا رحت للصاله حطيت الحوايج اللي راح نحطهم كامل في الطابله، لانه انا مانيش انا اللي راح ندير الطاوله، اختي هي اللي راح توجدها مختشه حير عليا الحال مع العشيه. مي حبيت نوجد الحوايج اللي راح نحط فيهم باه نعرف واش ندير واش نحط. يا كامل على بالكم باللي كي يوصل وقت الفطور تخربطوا واش من صحن نحطوا، انا وجدت الحوايج اللي راح نحط فيهم كامل. درت صحن هذا تاع الكار الكبير راح نحط فيه الطاجين، هذاك شوربه، هذا نحط فيهم المملحات وحده بوراك، وثاني هذو تاع الكازوز يعني، وهذوك تاع لي كريم، يعني وجدت الحوايج نتاعي كامل. وراح نحطوه على الناب هذا التوانسيري هذا البلو، يعني راح ندير على البلو كي عاد جايه في البلوفير والروز، ما حبيتش يجي اللون تاع توانسيري اللون مختلف. بعدها رجعت للكوزينه تاعي بعد ما وجدت هذوك الحوايج وخليتهم الفم، تجي اختي تكمل توجد عليهم. راح ندير الحشوه تاع البوراك، نحشيهم ونخليهم حتى يقرب الوقت، يعني مغطيهم بابي حتى وين يقرب الوقت ونقليهم، هكا نكون كملت البوراك نتاعي وراهو واجد وصاي، يعني ما تحصرش خلاص. خاصه على بالكم بلي البوراك لازم يتكل سخون، يعني ما يصلحش نحشيه ونطيبو. على هذا قلت لكم راني نوجد في الحشوات في كلش ونخليها على جنب ونوقت ونبدا نخدم. وثاني حوايج تاع السلطه بروفيتيو، يعني خاصه اللوغدافير على بالكم بلي تدي وقت كبير كبير كبير، يعني من الاحسن ما هي كيما التحليات والكاطو غير تدخل الكوزينه تبداو في الحوايج نتاعها وتخليوهم على جنب.
وهذه الحشوة تاع البوراك يعني غير بالفيوندا شي شوي زيتون وبصل يعني متبلة مليح راح تجي بنينة بزاف. اللي هنا يا حطيت المقلاة تاعي، حطيت عليها شوية زيت يعني بعد ما نحيت التتبيلة هذيك تاع الحشوة تاع البوراك، غسلتها باه ما يتراكموش عليا الماعن، وجيت لها جبت الكبدة هذه اللي كنت تبلتها من قبل ونحطها تتقلى لي. يعني لهنا راني قاعده نتستي نشوف الزيت سخنت ولا لا، لو هذا طاحوا قلت لهم هاي طيحوا ملك وسخنت. لحت الكبده تاعي مع القلب، انا درت الكبده والقلب ونخليهم يتقلاو مليح لهنا على نار هاديه باه ما يطيبوش من برا ويبقاو خضرين من الداخل، يعني ما يبقاوناش نيين من الداخل. ولهنا جيت نوجد في الحشوه نتاع الدجاج نتاعي اللي رحيتو مع الفيونداشي. لهنايا عندي فرماج تاع قوده، نتوما اذا عندكم كاش فرماج هايل يعني يتطوط كيما نقولوا إلاستيك ديروه هو راح يجيكم بنين. انايا كان عند متوفر عندي قوده شيدار نابولي مي، درت بقوده. لهنا قصيت قوده دي مرصو هكا يعني في الطول، ومن بعد زدت قصيت كل عرف على زوج باه نحشي به الفيونداش تاعي، والبوراك راح يجي بنين بزاف خاصه مع التتبيلات هذوك اللي درتهم لهم راحين يجيو بنان. وثانيه راح ندير لهم نرافقهم بواحد الصوص هايله بزاف، يعني تبعوا الفيديو من الاخير راح تعجبكم لاصوص وجربوهم. واذا عجبكم كاش وصفه من الوصفات بعثوا لي في الانستغرام كي تجربوهم. لهنا هزيت كميه من الفيونداش في يدي ونحط هذيك الفرماج في وسط الفيونداشي تاعي ونبقى نخلط هنا والهيت. لهنايا الفيونداشي تاعي كيما على بالكم ما حطيتش فيه خلاص العظمه، وما يشقاش انكم تحطوا فيه عظمه، يعني ماهوش راح يتفتح لكم لانه الفرماج ماهوش راح يتنفخ ولا يعني اذا كثر راح يسيح لكم، يعني يذوب ويسيح لكم في المقله. وهكذا حتى نكمل الكميه تاع الفيونداشي تاعي كامل، يعني ما درتهمش كويرات وحبيت نديرهم جايين على شكل اسطوانات، يعني كيما راكم تشوفوا فيهم يجيو خشان شوي لانه راهم محشيين بالفرماج، هما اللي خلاهم يكونوا خشان شويه. وهكذا صاين بعد نحطهم في المقله ومن مرمدهم، يعني ما نديرهم حتى في حاجه. ولهنا عندي هذيك الدجاج اللي تبلتوه بشويه خبز وبصل وكلش، مام هو ما نحطش فيه العظمه. كي نكمل راح ندير له الفارينه يعني نشكله ونحشيه بالفرماج نتاعي، ولا تحشيوه كيما تحبوا نتوما، يعني تحشيوه بالحاجه اللي هواتلكم. من بعد نحطوه في الفارينه. علاه راح نديرو في الفارينه؟ باه كي نقليه ما يحمرناش، خلي على بالكم باللي الدجاج وتزيدوا له الخبز المرحي في دقيقه راح يتحمر لكم كي تحطوه على الزيت. كي ديروه في الفارينه وتحطوه في الزيت ماهوش راح يحمر لكم. لهنا بعد ما كملت وجدت هذوك نتاع الدجاج والفيونداشي راح ندير معكم الطاجين الحلو. لهنايا يعني درتهم في الماء سخون كل حاجه وحدها، ومن بعد راح نلم الحوايج تاع الطاجين الحلو نتاعي كامل في فرد صحن، وراح ندير الطاجين الحلو اللي بلا بصل. انا الصراحه نشتي اللحم الحلو ولا الطاجين الحلو اللي باللحم ولا اللي يدار بالبصل، ما نكذبش عليكم هذا يبان لي غير هكا كفرات. درتو ما خطاش الاخر درتو من قبل وانا حابه نبدل. درت نص كيلو غير ربع من السكر وكيلا من الفواكه الجافة، يعني كيلا من الفواكه الجافة تقابلها كيلا غير ربع من السكر، ولحت كيلتين من الماء وراح نلوحهم يغليو مع عرف قرفة، ولحت القرنفل اللي هو الطيب مع ملعقة زبدة ونخليهم يتغلاو مليح. بعد ما تذوب لي الزبدة والماء هذاك يغلي لي راح نجيب الفواكه الجافة تاعي كامل واللوحة ما عدا العين بقرة، يعني نخليها مع الاخير. مي في الطاجين الحلو تاع الحم هذاك نديرو كلش مع الاول، والصراحة البنة تاعو خير منهم كامل، يعني جربوه راني موالفة نبارطاجيه معاكم. نتاع العراس ونتاع المنطقة تاعنا راح يجي هايل بزاف، يعني الممكن نديرو في حبة بصلة ويجي يعني بنين. الله الله ما نكذبش عليكم. ولهنا جيت راح ندير العجينة تاع المملحات. لحت 75 مليلتر من الحليب، 50 مليلتر من الماء، الماء والحليب لازم يكونوا دافيين، ملعقة صغيرة من الخميرة ورشة من الملح وملعقة صغيرة من السكر ونخليهم على جنب. لهنا بعد ما نشوف اللحم تاعي بدا يطيب لي، يعني كي يطيب لي اللحم اللوح الفريك هذاك باه يطيب. لهنا كي نشوف ثاني الطاجين تاعي راهو غلى مليح، راني قاعده نشوف فيه يعني يا اللوح العين بقره ولا مازال. ومن بعد لهنا نعاود نرجع بعد ما خليتها مده وتخمرت لي هذيك العجينه اللي راح نديرها المملحات، لو عليها زوج ملاعق من الزيت ولو عليها شويه كزبر، يعني قصيت الكزبر ولحته معاها، وراح لو عليها الفارينه. انا الفارينه لهنا لحت 225 غرام يعني من الفارينه،
وبقيت نخلط حتى تتلملي هذيك العجينه كامل. يعني العجينه نتوما تقدروا ديروا هذه، قادرين نديروا تاع البيتزا، قادرين نديروا تاع لي سوفلي، قادرين نديروا بالعجينه المورقه، يعني لهنا اختياري. الحشوه راح تجي بنينه بزاف. لهنايا العجينه بعد ما يبستها وصاهي، جبت الجراره تاعي عفوا، وراح نقصها دي مورسو صغار، يعني نحبهم دي بول صغار خلاص باش ما تجينيش خشينه، ونقصها كيما هيك ونعجنها ونكونها كويرات ونخليها على جنب حتى نكمل الحشوه نتاعي اللي راح نحشيها بها، ونجي نحشيهم ونحطهم في الكوزينيير ولا في الفرن. وخاصه هذا المملحات يعني ما نديرلهمش البيض من الفوق. لهنا جبت الوراقي تاع البوراك ولا الديول تاع البوراك تاع المشره تاع الشري، ما من البوراك يعني تاع الفيونداشي، درتو في الحوايج، درتو في اللي شريتو، يعني بوراك تاع الوراقي مشريين، ما خاطرش اللي مول فين يتبعوني على بالهم باللي ديما الوراقي تاع البوراك نخدمهم في الدار، يعني عمري ولا نشريهم. مليوم هذا تحتمت عليا نشريهم يا البنات، لانه راه عليا الحال وعلى بالكم باللي عندي بزاف خدمات، ما نجمتش اني نخدم الوراقي نتاع البوراك. راني مولفه نخدمهم ويجيو ناجحين ورقاق وخير من تاع البيع. تاع البيع هذو يحكموا الزيت يا بابا، وشحال يحكموا الزيت، مي هذوك نتاع الدار ما يحكموا لا زيت لا والو. ملاح راني بارطاجيتهم معكم في قناتي هجره الشاويه، يعني اضربوا عليها طله، درك نبارطاجي معكم ان شاء الله حتى الشوره تاعي جهازي كلش نبارطاجيه في القناه الاخرى. هذه نخليها غير للروتينات باذن الله. لهنا جيت الحشوه نتاع لي صالين تاعي المملحات، راح ندير فيها الفرامج، يعني اي فرماج عندكم غير جيبوه، راح تجي بنينه بزاف كي تكثروا فيها الفرماج. لحت كميه صغيره يعني تقريبا ملعقه كبيره من كريم فريش على الكبده هذيك اللي قليتها وحمرتها مليح، ونخليها تتقلى لي. من بعد لهنايا جيت نوجد الفرماج. قلت لكم انا لهنا كانوا عندي مختلف يعني منوعين شوي، عندي نابولي وجودا وشيدار، وثاني عندي الموتزاريلا، راح نخلطهم ندير كميه صغيره منهم كامل شوي 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 ونحطهم مع الكبده. انا لهنا كان راه عليا الحال، هو نورمالمون تخليو الكبده مع كريم فريش وحدها عفوا، وتحطوهم في وسط الحشوه في وسط العجينه، وتحطوا هذا الخليط من الفرامج فوق الكبده هذيك، ماهمش طايبين يعني ما تلوحوهمش طايبين. انا يعني كان راه عليا الحل لازم نلوحهم طايبين باه نكمل في دقيقه. لهنايا كي شفت الطاجين تاعي الحلو اغلالي، جبت العين بقره ولا العينه ولا واش تقولوا لها، وحطيتها معاهم. ما على بالكم هي ما تديش وقت خلاص في الطياب، زعما باه يجي صفر. مي ديما نقول لكم بلي الطاجين الحلو تاع البصل واللحم، اللحم دجاج ولا لحم الاحمر، تجي بنينه خير وخير. ولهنايا جيت حطيت الفرماج نتاعي اللي قلت لكم عليه، من الاحسن انكم تحطوه هكاك، يعني باه كي تحطوه في الكوزينير يذوب لكم، ومام اذا حطيتوه كيما هكا باه توفروا عليكم وتربحوا الوقت. شوفوا يعني الفرامج كيف راهم يتخربطوا في بعضهم، واحد البنه يا اخواتاتي شوفوا، وهذوك او هذو كامل يعني فرامج. وثاني كي تخلطوا مع الكبده تبدل اللون تاعهم، بداو هذيك الزيت تاع الكبده ومع الكريم فريش يجيو بنان بنان بزاف. لهنا راح نجيب عندي كومونبير، يعني حبيت ندير مملحات متنوعه بالفرامج، راح تجي بنينه بزاف. قصيتو دي مورسو صغار، انا ما نشتيش بزاف يعني عادي ما عنديش حاجه فيه، مورفين تشوفوني ما نخدمش به بزاف، مي ناكلو عادي جدا. لهنايا راح نحل هذيك العجينه نتاعي، ونحط شويه من الكبده نتاعي مع الفرماج الفرامج اللي كنت طيبتهم معاه، ونحط كميه من الكومونبير، وراح نردها على شكل ثلاثي يعني تجي على شكل مثلث. راح نهز الجناب هذو هكا، ونزيد نهز الجناب هذو ونربطهم بالطريقه هذه حتى نتحصلوا على شكل مثلث، وبعدها يعني راح نحطوهم في السنيوات تاعنا. يعني اللي يحب يدير لهم بيض من الفوق، اللي ما يحبش كيما تحبوا، انا ما حبيتش ندير لهم البيض، حبيتهم يبقاو كيما هكاك بالعجينه باللون تاع العجينه، يعني نبدلو شوي ماهوش ديما بيض بيض يبقى كيبري والكمون والجلجلان، حبيت نبدل شويه. ولهنا جيت راح ندير الحشوه نتاع لي تارتولات نتاعي. درت كاس من الحليب، وراح ندير عليه نص علبه من الفلان تاع القارص، راح تجي واحد الحشوه هايله بزاف يا البنات، خاصه لي طارتولات اللي تحت يكونوا بالعجينه بريزي يعني يجيو يقرمشوا، والحشوه تكون طريه الله الله بذوق القارص، وزيدوا لها فواكه من الفوق. المهم لهنا لحت كاس من الحليب، نصف علبه من الفلان نتاع القارص، لحت ملعقه ونصف من النشا، وملعقه من السكر،
وخلطت المكونات كامل مع بعضهم وحطيتهم على نار مع التحريك المتواصل. بعد ما طابوا لي راح نلوح ملعقه صغيره كما راكم تشوفوا من الزبده ونبقى نحرك مليح. بعدها راح نحطها في صحنه وثاني غطيها بابي اليمونتير باه ما ديرناش الجلده هذيك، ونخليوها في الفريجيدار تبرد لنا باه من بعد نحطوها مع الكريم شانتي، يعني ماهيش راح نحطها هكا وحدها. ولهنا راني وجدت الكريم شانتي والخليط تاعنا راهو في الثلاجه قاعد يبرد. حكم درت الكريم شانتي نص كاس شانتي ولا ديروا الكميه اللي تحتاجوها مع نص كاس من الماء بارد، طلعتهم مليح بالباتر، ومن بعد جبت هذيك الخليط الكريمه الاولانيه اللي درتها بالفلوطه على القارص وهي ثاني طلعتها بالخلاط الكهربائي، ومن بعد راح نجي ونحطها مع الكريم شانتي وغير نكسرها كيما هكا، يعني ندخلها غير بالسباتيل، يعني ما نضربهاش بالباتر، يعني غير بالسباتيل ندخلها ونلوح الطرف ونخلط حتى نلوح الكريمة نتاعي هذيك تاع سيترو كامل. يعني جربوها يا البنات، هذه الكريمة راح تجي ما شاء الله وتجي روعة مع الجو هذاك تاع سيترو نتاع الفلو، راح يجي هايل بزاف. لهنا راح نجيب البوش تاعي ونحط هذيك الكريمة كامل ونخليها في الثلاجة، ومن بعد إذا تفرغت نعمرها في المفيد ولا بعد الفطور، يعني على حسب الوقت نتاعي في لي تارتولات كانت راحت لي الهضره. ولهنا كي قرب يعني الوقت لحت الدجاج نتاعي اللي كنت خدمتو هذا لي بول هكا ونخليهم يتقلاو. اذا ما تحبوهمش يتحمروا لكم يعني لازم تغطيو عليهم باه الماء هذاك الفار يعاود يولي عليهم ما يخليهمش يتحرقوا ولا يتحمروا بزاف، راح يطيبوا لكم مليح من الداخل وما يولي لكمش حمر حمر، يعني اذا كثر راح يديو اللون الذهبي، لانه كي تكون ديروا الخبز راح يديو اللون الذهبي مي ما يحمرولناش بزاف باه يجيو متفرقين على لي بول تاع الفيونداشي كيما هكا غطيت عليهم. ولهنايا درت هذه الكريمه هذه يعني هي تتحط مع الطاوله تاع الافطار، حاجه خفيفه خلاص. وثاني درتها في هذو تاع لي فوندو، يعني درتها شويه كميه صغيره خلاص، يعني باه ما يتقهموش على بالكم مائده الافطار وواحد كان صايم وكلش ما يصلحش ان نكثروا عليه. ومن بعد زينتهم بالفاكهه تاع الفراز. ولهنايا نرجعوا للسلطه، ما حكيناش خلاص على السلطه. كيما شتوني يعني قصيت هذوك الوراق تاع البوراك ودرت دهنتهم بالزبده وحطيتهم في المول باه نتحصل على شكل غرفيه كيما هذه غير هي بالنتاع البوراك، وحشيتها بالسلطه بالروز، درت فيه الطوم مايونيز زيتون خضر ودرت هذا هو التزيين تاعي. ومن بعد دورت عليها شويه شويه روز شويه بيطراف سناريه الروز هذاك تاعي المشكل، ودرت شويه باتي ودرت عليها شوي مايونيز، وهذه السلطة نتاعي يعني جات رائعة، جات مشبعة بليكولا، راكو تشوفوا فيها الخضر الأحمر الصفرتشيني البوردو، يعني ليكولار كامل جاو في السلطة تاعي، جات تشهي بزاف وجات بنينة. وحطيتها في الصحن يعني اللي تابع السيرفيس هذاك، شوفوا كيفاه جات وخاصة على الجناب، يعني جات هايلة جدا. ومن بعد لهنا جبت لي شامبينيون تاعي راح نقطعهم دي مورسو صغار، بعد ما يطيب لي الدجاج نتاعي والفيونداشي تاعي اللي قليتهم راح نخلي الزيت هذيك وحدها، راح نضيف عليها هذه الكمية تاع لي شامبينيون. هذيك الكمية يا البنات راهو الفرماج، ولهنايا لحت عليها شوية من المعدنوس ونخلط نخليه يتقلى لي مليح مع لي شامبينيون، وتضيفوا عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. وثانيه راح نلوحوا عليها كريم فراش لهنايا نتاع الطهي ونخليها يتقلى لي مع لاصوص هذيك. ولهنايا زيدوا شويه زبده في الاول مع الزيت هذيك قبل لا تلوحوا كريم فراش، راح تجيكم واحد البنه رائعه. ونخليوها تتقلى وما نخليوهاش تتقلى بزاف باه الكريم فريش تاعنا ما تجمدناش، كنت نساو عليها راح تجمد لكم. ولهنايا راح نجيو لصحن التقديم. انا يا صراحه ما كنتش حابه نقدم نهائي كيما هيك، مي كان راه عليا الوقت يا البنات، على بالكم باللي رمضان والناس صايمين كيفو تيدنا نصاي، كي تكون عندك عرضه لازم كلش يكون فوق الطابله واجد، واللي درت لهم هذا التقديم وخلاص لانه راه عليا الحال وما كفانيش الوقت اني نبدل لهم التقديم نتاعهم. واللي درتهم كيما هيك وصبيت عليهم لاصوص هذيك من الفوق، ومن بعد راح نديكوريهم بشويه معدنوس مقطع قطع صغار ونحط مرسو من القارص من الفوق، وشهيه طيبه راح تجي بنينه بزاف. وهذو هما المملحات نتاعي، شوفوا وجهو هايلين بلا ما تدهنوهم بالعظام من الفوق،
وحطيت معهم شويه قارص. لهنا هذه المائده تاعي يعني لازم يكون فيها شويبن، حبات من التمر طبق رئيسي. لهنايا كنت حابه ندير حميص يا البنات يعني مشوي، ملا غالب ما كفانيش الوقت، خاصه اني كانت عندي زوز موائد وزيد لها مائده تاع السهره، يعني التحليات هذوك داو مني وقت كبير. ودرت البورك تاعي راهو طايب، وهذه التحليه اللي تتقدم مع مائده الافطار، وهذه طاولة الإفطار تاعي يعني جات هائلة ولا بس عليها، مع شوية كسرة، كسرة دارتها ماما. ولا أنا كما راكم تشوفوا جيت نعمر لي طارت ولات تاعي راح نعمرهم بالفاكهة، لأنه قبل الفطور ما كانش عندي الوقت، وصا يعني راح الحال. لهنا كلش كان واجد، يعني اختي هي اللي غسلت لي لما عن الصراحة تاع الفطور بعد الفطور، لأنه ما عنديش الوقت مع التصوار مع نزيد نوجد المائدة تاع السهرة راح عليا الحال. لهنا كيما راكم تشوفوا درت لي طارتولات هادو، يعني درتهم مختلفين، حبيت كل حبة ما تجيش زي خطها، واحدة درتها غير بالكيوي، واحدة درتها بالفراز، واحدة درتها خليط ما بين بنان أناناس فراز وعنب، يعني كمية قليلة قليلة قليلة، والضياف العزاز ما يجيوش ديما، يعني يجيو مرة فين لازم نقلشوهم. ولما كما راكم تشوفوا هذو هما لي طارتولات نتاعي، راح يجيو هايلين هايلين يا البنات. العجينة تاعهم يعني لتحت تكون دقرمش، والكريمة في الوسط طرية، وهذو الفواكه من الفوق يزيدوا يبدلوا لهم الكو. جربوهم يا البنات راح يجيو هايلين هايلين بزاف. وهذه هي يعني لي طارتولات. دركا راح نروحوا للطاولة نتاع السهرة نتاعنا. حطيت شوية من الفاكهة، حطيت شوية من الجو، حطيت قدمت لي طارتولات نتاعي في الصحن هذا، وحطيت لي كرام هذو هايلين بزاف، لي كرام هذو يا البنات اللي درتهم في لي فيغين هذو هايلين، قدمتهم بالطريقة هذه. وثاني حطيت هذاك الكاتو اللي خدمته، لازم يقعد لازم يقعد لي برد 6 سوايع. حطيت شويه من التاي، وكان متوفر عندي شويه كاوكاو. وهذه يعني الطاوله نتاع الصحراء وفيها بركه، يعني خاصه انه يعني في رمضان الناس ما ياكلوش بزاف، طاوله الفطور وبعدها بمده طاوله تاع الصحراء، يعني هكا فيها بركه. نتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، عطيو لي رايكم في لي كومونتير، سلكتها ولا ما سلكتهاش يا البنات. وهذه واما بالنسبه للعفوا للكريم وهذاك الكاطو راني بارطاجيته معكم، تلقاوه في التعليق المثبت. ما تنساو الجام يا البنات اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم. نحبكم ونتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.